شايفين 5000 مللي، الشمعة 6 كيلو. يا مرحبا، كيفكم؟ أنا الحين في غرناطة مول، في محل عجبني اسمه دكتور فرانيس عطرات، وبما أني بحب العطرات خلونا نشوف إيش عندهم. هو براند إيطالي، أوكي، بس العطرات عندهم ما شاء الله أحجامها غريبة، يعني تخيلوا هذا أخذها وتعطر فيها يعني سنتين عشان أخلصها. طيب أنا عشان بس أبغى أتأكد من الاسم، لقيت هنا سديم، أبغى أسألها هل الاسم صح دكتور فرانيس ولا لا؟ فرانيس، فرانجيس أو فرانيه بالإيطالية. ما شاء الله، يعني هذا البراند فعلا إيطالي، يعني أنا طلعت صح يعني. طيب ليه عندكم ما شاء الله العطر أحجامه كبيرة عائلية؟ هو أساسا متخصص بعطور الهوم. أوكي. يعني هو صمم العطور هذه مخصوص للبيت، للهوم، بأحجام مختلفة تناسب أي مساحة في المنزل، من ديفيوزر لكاندل لسبراي، وآخر شيء عمل بودي لاين خاص بالجسم، إدي بيرفيوم على عطر الشعر، عطر الجسم والبودي لوشن والجسم. سن هذه إيش؟ بودي بودر. أوكي. إدي بيرفيوم، هير ميست، بودي ميست وبودي لوشن، وفي أيضا جل شاور. ما شاء الله. أوكي. طبعا أهم حاجة اللي بهمني حق الشعر. أوكي. لا الصغير. الصغير حق الشعر. يعني هذا اعتقد انه لازم كل يوم انا استخدمه عشان اكيد حيفيد شعري كثير. يعني هذا دكتور باولو فرانجيس، هو اللي مسوي العطرات هذه كلها، جاي من ايطاليا. اوكي. طبعا مع زوجته. قديم البراند طبعا. قديم. شوف انا بصراحه اول مره اعرفه، فعشان كده يعني فرصه سعيده. أوكي. طبعا هو استوحى التصميم من مبنى اثري اسمه دومو بولايه فلورنس، 5000 ملي، يعني عامل من 250 ملي. عجباني 5000 ملي، حجمه عائلي مره. طيب ممكن تغذي مساحات كبيره على فكره، يعني هو اعتمد هذا الشيء. حلو. بتغذي مساحات كبيره، يعني اخذ من 250 ملي ل 5000، 500 ملي، 1250 ملي، 2500 ملي، وال 5000. هو 16 نوع عطر. اوكي. تختلف روائحهم طبيعي ما بين الخفيف الثقيل الفريش والبودري. كلهم يعني كل واحد كل عطر يعني فيه مكونات طبيعيه جميله جدا فواحه. ايش المميز عندكم؟ كل المميز. ليه انا اجي اشري او اجرب عطر من عندكم؟ اول شيء الكواليتي. اوكي. ثاني شيء انت بتاخذ شيء ما بيأثر عليك او على مثلا كصحي، مثلا العطور اللي بتأذي شوي. هذه ما بتأذي ابدا. حاطين كنب، واضح ان الناس بتيجي هنا بتتك مره يعني. اكيد هو اصلا فكره البراند كده، انه اول شيء تتفضل تجلس تاخذ راحتك. اوكي. عندك عطر العود نوبل. عود نوبل. الصوحة من اجواء قصر الامارات. اوكي. حلو. حلو. هذا روزا نوبل. روسو نوبل. هذا توت فراولة وخشب البتولة. الله. يعني عجبني كثير. عادي 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 عادي، الدنيا اذواق. عندك الجينجر لايم فريش وحمضي. جينجر لايم. عصب السكر مستوحى من مشروب برازيلي مميز بنكهة اللايم. حلو انه كاتبين كل التفاصيل. اوكي. حلو. حلو حلو، بس وسط، مش حلو مرة يعني انا بالنسبة لي، لانه يعني هو فريش حمضي. ايه حمضي بالزيادة، بزيادة حمضي. جينجر لايم يعني اكيد. هذا الجيجيلي ومسكو باودري، بيناسب مثلا يعني اماكن هاديه، مكان مثلا غرف نوم، اي شيء هادي. هذا رهيب. هذا رهيب فعلا، تشم وتسترخي. جلودي فرنزي رهيب. لا والعود نوبل اول واحده فخمه. رهيب عود نوبل، رهيب لما بردت شوي تغير. واو هذا حلو فخم. عطر المومو، هيل مومو، زعفران وخشب صندل، هذا اغلى شيء بالبراند. هذا اغلى شيء عندكم؟ اغلى شيء بالبراند. صحيح. اوكي. حتى علبته غير. هذا
حلو بس ما ابغى اقول لها انه حلو عشان ما تقول لها عندك حق. لا واو فخم 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 فعلا رهيب رهيب. هذا الباتري اللي ميلانو آخ لا أكثر من شفت والله حاسس ميلانو حلو. أنا لو حشر الميلانو أوكي يعني شوفوا المومو فخم ورهيب وكل شيء وعاد نوبل رهيب مرة بس هذا اللي حشتري. لا وحشر عاد نوبل بصراحة عاد نوبل لا فخم عاد نوبل فخم مرة وميلانو حلو ومومو حلو. مزيراتي مزيراتي جبت لي اياها خلونا نشمها. طبعا البراند موقع عقد مع شركة مزارات وسيارات رسميا يعني مو بانه اخذ اسمه حاطه لا موقع عقد معاهم. زهرة البرتقال ولافندر خشب. هو لو موقع مع فراري يمكن كانت احلى حتطلع الريحة بس لا لا حلوة الريحة بس ما حشريها انا. شوفوا مومو شوف الفخامة حقت مومو هذه هي. لا فعليا هذه كريستالا طبعا لثلاث عطور بالبراند عامل كريستالا وديكانتري وعامل الفلون للكلبادوس. وهذه برضه ممكن الواحد ياخذها؟ هذه يشتريها؟ حاب تهديها احد لمكتب يعني كل اللي موجود في المعرض للبيع مش انه بس انه ديكورات لكم يعني. لا 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 كلها هذه دلع هذه كلفادوس فريش ناسب المكاتب اكثر. دلوعه هذه الريحه هي هذه عاملين منها قانون هذه هي فعليا فريش يعني الواحد يدخل مكتبه يشم الريحه حيحس بجمال وحيويه. طيب تعطينا شوي شو هذه؟ هي شموع شموع كمان عندنا من 80 جرام الى 6 كيلو. اوكي 80 جرام عارفينها 6 كيلو واو ما شاء الله تبارك الله. هذه هي 6 كيلو اوكي متغلفه طبعا طبعا انواع اربع انواع فقط اللي هي الليمون زنجبيل البيضة الجنجر لايم والعنبر السوداء والجولد العود نوبل وال... رهيبة روز نوبل فروت روز نوبل يعني اربع انواع فقط. اوكي وبس بالنسبه للاحجام الصغيره كل البرك برضه اربعه براند اربع انواع روائح للشموع. اوكي استنى انا ما جربت الرز هذا رز نوبل جنن جنن يعني انا لو حاخد النوبل والعود والرز ما هي مش نفس الريحه حتكون حقت العطر ولا غير؟ لا اخف بس ما علمت هذه اه كشموع حلوه يعني. وهذه هي برضو العطور. طب كيف الاسعار صديق؟ الاسعار حلوه متوسطه مو بين الاسعار يعني مثلا هاينا تبدا من 414 اوكي 552 1252 2070 4000 ريالين يعني الاسعار مناسبه جدا للكواليتي. هذا البامبو ستيك طبيعي طبيعي برضه ايوه طبيعي اوكي يعني لو لاحظت انه فيها مسامات هي اللي بتنشر العطر بس كل اللي علينا انه نقلب الاعواد وهي اللي تنشر العطر. تمام طب بالنسبه لل هذا البارفيوم اي دي بارفيوم في تقريبا خمس انواع عطور نزلها البراند في منها عطر العنبر اوكي العنبر خلونا نشمه حلو الباتشيلي ميلانو شكلها حبه هذا رهيب. تعالوا ناخذ ميلانو ومومو جينجر لايم حمضي وفريش اكثر يعني بس يناسب الصيف. خذوا كمان الجينجر لايم خذوا كل العطرات اللي عندهم رهيبه في روز نوبل فروت
روس ونوبل. العادة ما تاخذوها كثير. فلوتي. ما عجبتني. سويت أكثر. كرهتني سؤال سديم. هذه مين؟ هذه بلاك جاسمين الياسمين. هذه في نوع معين من الناس بتتقبلها. مش كل الناس. صح. ريحه نظافه اكثر فريش مره انه الجاسمين ريحه واو. عارفين لما تشموا ياسمين مركز؟ انا لانه كنت مره رحت حدائق ياسمين والياسمين كان عم يطيح علينا, بس هذه مركزه حلوه حلوه حلوه. بس الجينجر لايم والميلانو لازم تجربوها. العنبر حلوه بس الاحلى. العنبر والليمون زنجبيل نفس الاسعار. العود والروز ما في نفس الاسعار. من 690 هذول اللي هنا. لا على 650 ملي مع 200 جرام للكاندل. هو ايش بيجي مع عطره مين؟ ايش هذا؟ اه والشمعة. اوكي 200 جرام كذا. بتحط تعبئة ريفين اكيد حتحطوا جزء بسيط, حيكون البامبو ستيك عليها. حبيت تقفلها او يعني هي بتكمل لك ديكور مثلا. فعلا وثقيلة مش خفيفة يعني عشان الناس تفكر انها خفيفة. هذا بكم سديم؟ تقريبا 1600. 1600 سديم بتقول انه ايطاليا عندهم مبخرة. عم تعطينا معلومات بصراحة اول مرة اعرفها, يعني ما ادري اذا العيب مني ولا لا اكيد الجديدة عندهم. يعني هذه المبخرة الايطالية. هذه المبخرة الايطالية طبعا. الريفيل فيه 6 انواع عطور, انت حر اي عطر يناسبك تقدر تاخذه. في العنبر, العود, البوكو, الروز نوبل. يعني هل محتاجة فحم برضو ولا كيف؟ لا مو فحم ولا شيء. طبعا انت تعبي الزجاجة نفسها, تعبيها تلف. الطريقة موجودة هنا. تمام. تشتغل بالفتيلة, يعني تحطها تقريبا 3 ساعات تشربها الفتيلة لو لحط فيها عطر. اها. الى يوصل وتولعها لمدة دقيقتين, تطفيها, تقدر تغطيها كذا بالغطاء. أوكي. عشان توزع لك البخور اللي فيها. اوكي جميلة. يعني فكرتها طبعا تخدمك من 4 إلى 6 ساعات مثلا, تصلح للمكاتب. في منها أكثر من لون, في الشفاف, في البنفسجي, في العسلي, في الأزرق, الأخضر, أغلب الألوان الأحمر يعني. كمان بس كده طفتيها وحطيتيها و... خلاص تحطها وهي توزع لك العطر. الغطا نفسه حيوزع لك العطر الموجود. يعني فعليا المحل حلو انه الواحد يجي يشرب من عنده. ما اقول ما حقول لكم انه كل العطورات عجبتني اكيد, يعني كل الناس لها اذواقها والاشياء اللي بتحبها والاشياء اللي ما بتحبها, بس 90% او 80% من الحاجات اللي هنا عجبتني, وهي براند ايطالي طبيعيه وحلوه وواضح انه ثباتها جدا قوي. يعني انا هذا عجبتني. مومو عجبني. ايش كمان؟ جرين فلاور عجبتني. مزراتي ما كتير. ميلان عجبتني. هذا ما كتير. الجينجر رهيبة. عمبرة حلوة. هذا حلوة. عود نوبل مرة رهيبة. ميلانو حلوة. هذه ما شميتها. هذا طبعا نشيل عشان ما شميتها عشان ما اكون مفتري. هذه زفير حلوة. وهذا ايش كمان؟ الرزونوبا رهيبة. قولكم حلوين كتير العطورات حقتهم, لازم تيجوا تجربوها وتشموها. المحل انا اول مرة ادخله وكويس انه دخلته, اكتشفت معلومات جديدة وبراند جديد للعطورات. يلا نشوفكم مناسبات ثانية. باي.